اللي بالجريده بيقولوا اهم شغلتين بحياه الانسان انه تكون صحته كثير منيحه وانه شغله كثير منيح، هيك بيبعد عن ستريس بحياته لاخر النهار. عفاكي والله ما هو حق، بتعرفي هذا المكتوب بالجريده بتطبع علي 100%؟ ولا شو؟ بتطبق عليك وانت كل نهار ما الاحلى بهالقهوه لا شغله ولا عمله؟ لفسر لك كيف، مثلا انا صحتي كتر خير الله بومبا. اسم الله. ما بحياتي اخذ حبه اسبرين، ومرتي شغلها مش بس منيح، كثير 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 منيح، اصبح لا ستريس ولا توتر، عرفت كيف؟ هلا وترتني الي. توترتي؟ نعم. طيب ليكي عندك حلين، بدبر لك شغل او عريس لقطه؟ شغل؟ يقطع الشغل لشو؟ اتفقنا.